مرحب مرحب يا ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ فطار جديد ورمضان جديد ويوم جديد، كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي نكسب الصلاه على النبي. بقول لكم استقرار وفورو، انتوا اسمعوا كلامه بقى واعملوا لنا شير بس. انتوا يا جماعه يعني عاملين لكم المسابقه واحنا تعبانين فيها والله العظيم. المسابقه ليه صحيح؟ يعني انتوا حتى ما فيش شير منكم ولا حتى لايكات، يعني انتوا بتنزلوا تكتبوا الكومنت وتنسوا اللايك خالص. محدش قال رايه في التمثيل خالص، ليه كده؟ لا بجد والله العظيم انا زعلانه منكم، احنا تعبانين وناس بتقول تمثيلكم حلو ومش عارفه ايه، فانتوا بشجعونا بقى يا جماعه كده. الفايز ان شاء الله معانا النهارده هنعلن عنه، واول مره الفايز معانا النهارده يبقى راجل. ما اعرفش هو بقى هو الاكونت اسمه راجل. اسمه راجل، مش عارفين بقى اذا كان راجل ولا عامله باسم مثلا حد تاني. فاحنا بقى ان شاء الله هنقول على اسم الفايز، بس خليكم معانا في الفيديو. وجماعه ما تنسوناش في اللايك بالله عليكم، عشان تقدروا التعب الواحد بيبقى فيه باللايك بتاعكم. انتوا بتقدرونا باللايك بتاعكم، فاللي بيحب يكفيه اللي مش عارف ايه في لايك شوف شيروا الفيديو، حطوا لنا لايكات بس، مش عايزين منكم اكتر من كده. يلا يا رب ان شاء الله كله يكسب باذن الله بالتوفيق. واحنا النهارده بقى معانا ايه؟ بصوا هما قناتين صحيح، قناه احط لها فيديو على المنتدى عشان بجد تعبت معايا قوي في الايام اللي فاتت وعماله تبعت لي، ان شاء الله احط لها فيديو على المنتدى وعايزاكم تتفاعلوا معاها، وقناه حلوه جدا وان شاء الله تعجبكم. والكسبان طبعا ال 200 جنيه، انا هكسب اتنين النهارده ان شاء الله عشان هما بيصعبوا عليا. بتصعب عليا ماشي؟ وانا زي ما قلت لكم برده دي يعني الجايزه حاجه يعني بسيطه. شوفوا يا جدعان، يعني كلمه بتصعب عليا دي مش 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 بتقلل من حد او بتزود حد، لا بس هو احنا حاسين اللي هو ايه، عمل مجهود عمال يبعت وعمال يبعت وعمال يبعت، فبالنسبه لنا عشان احنا حاسين بالمجهود اللي احنا بنعمله، فبالنسبه لنا اللي واحد يقعد يبعت كتير كده او يقعد يتفاعل معانا كتير كده، فانا عارف اللي هو بيتعب عليه. فربنا يكسب الناس كلها يا رب. بس اهم حاجه يا جماعه دعمونا باللايك، يعني المفروض والله الفيديو جايب 20000، المفروض 4000 على الاقل، 4000 5000 لايك، لكن والله العظيم بجد زعلتوني قوي. كل اللي يكتب كومنت يحط لنا لايك كده ما ينساش. يلا كل شويه ربنا يخليكم لينا يا رب. يلا بسم الله يا رجاله كده، يلا بسم الله. اسمع لها مش عاوز فولو، هما يبعتوا لك كيس فول ما تقلقش. بص يا سيف، بص يا سيف يا سمير، تعرف تقلب كده قدامك؟ هتقلب لك يا سيف، هتقلب. استنى هقلب لك. فولو وسكولاك وفولو، اسمعوا كلام سلوكة، في حد ما بيسمعش كلام سلوكة؟ شكرا جدا جدا على الناس كلها اللي بتسأل على سلمى، هي الحمد لله والله عملت الجلسات الحمد لله بقت كويسة، الحمد لله رايت مع الجلسات، بس الحمد لله بقى الحمد لله. غلبتنا شوية والحرارة والحرارة دي كانت فظيعة، ما كانتش بتنزل من عليها والله العظيم. والله كنا بنعملها كان مدب الكحول عشان تنزل الحرارة، الحمد لله. يلا كل بس من قدامك، هحط لك شوية شطر. خد شوكة اهو. مشوكه اهي قدامك اهو. واو شط. بصوا بقى انا عايزه اوريكم الكفته. يا بنت يا فرياله يا بنت عكه. يلا يا سمسم. بصوا الكفته عامله ازاي؟ بنتي فرياله دي خدي يما. احلى صباع كفته لاحلى سلوكه اهو. خدي اهو. خدي يما، احط لك بقى صلصه. والله احنا ما عرفناش تطلع امبارح عشان هي ما كانتش هتقعد معانا. فاحنا قلنا لا، طالما سلمى مش هتقعد معانا مش هنطلع. ما نقدرش نطلع بالاكل. يلا يا قلبي خلاص طبقك بقى ماشي، وكفتتك بقى. خد يا بابا كفته، بص الكفته يا بنت يا فريله على الكفته وجمال الكفته. انا عاملاها قبل كده على القناه على فكره، عشان تعرف المطبخ حاجه مختلفه بجد، حاجه مختلفه على الكفته بتاعت بره. يلا كله ياخد كفته كده. تسلم يا حاجه فريال. اللي انا والشفا يا حاج احمد. خد يا سلام. السلام عليكم. مش عايزه معلقه، ما لازم معلقه. تسلمي لك يا حاجه فاطمه.
حاجة بغفور. ده غفرين فوراي وفط. خد يا خد. شوكة. خد. شوكة. يلا. دي تسمى شوكة، ما تقول شوكة. ما شوكة مش هينفع تاكل بشوكة. ايه. يا وليه دي شوكة بمكرونة دي مقصوص. اديها اللي عاوز ايه. بانيه. عايز بانيه؟ انت كتبت الكفتة لما تاكل بانيه. حاضر اديك. دي وقت اللي بيقول عصير. ايوه استنى بقى انا بمسح ايدي عشان ايدي كلها. هات 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 البانيه لاخوك يا سلمى. ابو طب ادي يا سلمى اللي معاك دي سلمى وخد بسم الله يعني هي مش هتعرف. سلمى ازيك يا سيدي؟ خد يا سيدي البانيه. خد يا سمير خد لك حته بانيه. خد يا سمير بانيه مع بتاعها. خد يا سين يلا كل. خد يا احمد بانيه. هات يا سين حتتين اللي عندك دول. بجد بجد مش عايز اقول لكم الكفته طعمها عامل ازاي. تسلم ايدك تسلم ايدك يا ماشي. هات لي المناديل يا سين معلش هنا بقى. والمكرونه طعمها جميل برضه. هي المكرونه سامره جابها لي الملكه. انا بحبش الملكه بحب حوا. حوا جميله قوي قوي احسن من انا احسن من الملكه. ما تجربي المكرونه الجديده بتاعت ليلى علوي. بتاعت ليلى علوي؟ اه احنا عايزين نجرب الاعلاني المكرونه. يلا يا جدعان يلا شاطرين. يلا يا سلوك شكلي تبقي شاطره. شتاكلي ازعل مني. قولي يا سين. قولي يا سين الميه بعدين. ميه. انا بدي فريلا. يلا يا سين. هتشرب؟ خد اهي. والله المكرونه جميله. المكرونه جميله مع اني ما بحبهاش اللي هي البيضه ديت بس النهارده قلت لها خلاص ماشي. قصدي يعني متسخنه على النار. مش محطوط عليها الصلصه متسخنه. بس بجد طعمها حلو. شوف كفته كفته دي عايزين ندخلهم بس بقى تحفه تحفه بجد. شوف بقى عامل ازاي. خلي دي هنا على جنب معلش. قول يلا. انا ولا شفت اكلتي كفته ولا اكلت بني ولا اي حاجه. اكلت كفته ولا اكلت كفته. اكلت يا سلمى؟ ما بقتش تاكل ولا العظيم طول النهار ما اكلتش اي حاجه. تكتب هنا شيلوا كوبايه من جنبها عشان تعرفي. خليها بعيد شويه عشان تعرفي داخله. تكتب كفته. طب اكتر كل. يلا يا سمسم يلا يا سيه. يلا يا سلمى. يلا شاطره كل المكرونه. كل يا سيف. انت مش بتاكل حلو. يلا عشان ده تحدي. انت مين يا خاسر؟ انا التحدي على الطبق اللي قدامك انت وسمير وسيف مع الكفته مع البنات. بس التحدي التاني. انت وسمير وسيف. وانا لا المكرونه لوحدي ولا ايه؟ المكرونه والكفته والبنين التلات حبيب. يلا بقى شوف خلاص الطبق بتاع الاول. مكرونه وبنين وكفته. اللي خلص طبق الاول وريني بقى. وانا انت بالنسبه لك الكفته والبنين بس خلص. سلمى وسلمى سيبيها كلها. وسلمى حط الكفته هنا عشان الارض ما توسخيش الدنيا. انا فين؟ ايوه هنا يا سلمى هنا شطه. ايوه شطه. ايه ماي. انت يا سلمى تشرب ما بتاكلش. خد المكرونه اكل. مش هتعلم منك يا سلمى. طب خدي كل الكفته. طب خدي كل بانيه.
خدي بانيه جميل فراخ كوكي كوكي نفسها مزود عن الاكل خالص. راحه فين؟ بصوا امتى تعالى خدي سلمى. امس سلمى تاني ليه؟ لا هي تعتبر سلمى معانا بس مش هتاكل. تاكل يلا يلا يا سيف كل مكرونة. لا المنازل جنب هنا عشان بحتاجها. هاتيها يلا هاتيها. هاتي يا سلمى. حط صلصة هتفحي جلبها. طبعا بص بص صلصة بس يا احمد بس خلاص. اي معلقه وايه؟ كويس يا سمير. لا انت ما حطيتلكش شطه. يا سيدي بقى التحدي فين هيكسب؟ بره تعالى ننزل هيكسب اهو. لا ده ما ده سرحان ومش بياكل. سرحان عايز رامز. ده انا اكلت اساسا. لا مش زعلان. ما قلناش على اسم الفايز. معلش طولنا عليكم اسم الفايز النهارده. الفايز معانا النهارده زي ما انا قلت لكم في الاول راجل الفايز هو بعد من ده كتير وبعد بدري. بصوا بقى هو كان في حد باعت معاه كتير برضه ماشي بس لقيته هو باعت اكتر وقبلها بكام دقيقه يعني بقبل الكومنت اللي انا شفته ده قبلها بكام دقيقه وبعت اكتر كمان منها. هما كانوا اتنين باعتين كتير قوي بس اللي انا شفته اللي انا شفته هو دوت كان باعت قبليها بعدد دقايق وهي باعت بعديه فمش ينفع صراحه يعني هو الصراحه اللي باعت الاول. فيا جماعه اسمه ايه يا احمد؟ زيزو شرف. زيزو شرف الاكونت اللي اسمه زيزو شرف. فيا ريت بقى تخشي لي على الواتس. مبروك ليك يا زيزو. تبعت على الواتس طبعا رقم الواتس موجود عندكم. تبعت بس رقم موبايلك واحنا هنبعت لك الجائزه بتاعتك ان شاء الله. ما الف الف مبروك وعقبال الناس كلها يا رب اللي تبعت لي يا رب تكسب ان شاء الله. والله العظيم في ودينا اللي احنا نخليها جائزه كبيره كده وحاجه قيمه بس معلش كل بقول لك كل برغوت على قد دم بابا. ايه خلطت بالبومبو عليها جمل عليها جمل. ايه خلطت بالبومبو. فانا عايزكم تبعتوا الناس كلها تبعت برضو اللي كسب يبعت تبعتوا كلكم ان شاء الله باذن الله تكسبوا. في ناس كتير برضو في دماغي ان شاء الله كسبها برضو. والقناه اللي كسبت معانا ام محمد. محمد ده من اسيوط باين بقى وانا مش عارفه من الصعيد. جوزها فاتح قناه كان شيف يعني فلما جه كورونا وكده فقعد في البيت ففتح قناه. يا جماعه عايزاكم تشجعوه وتدعموه وتخشوا تشتركوا عندنا. هحط لها القناه بتاعتها على المنتدى فخشوا اشتركوا معاه بقى وشجعوه ودعموه كده. شفتنا ال وزيزو ثواني يا احمد زيزو يبعت لي كومنت عشان اثبته له في اول تعليق مثبت. بيخش عندي 031-23-78-054. الناس بتقولي قولي رقمك على في الفيديو. انا بقول والله في كل فيديو بطلع اقول الرقم 031-23-78-054. خش بقى على الواتس واتصل معايا وانا ان شاء الله باذن الله واول اكتب له كومنت عشان اثبته في اول تعليق مثبت. طبعا انت عرفت مين اللي كسب. مصعب انا مصعب انا زعلت الحبه انا زعلت. سيب كسب. لا انت بدك تضرب يا سمير. كنت بقى كفته. طيب انت ولا اكلت الكفته ولا البانيه؟ امال انت اكلت ايه ولا كسبت ايه؟ بابا انت عارف انت اكلت كفته البانيه؟ لا كفته ايه؟ ده ماما قال لها خليها معايا. بص سيف دوت خلصت فيلم المكرونه بحلب. هو ما لمس المكرونه. ماني هو وسخ الطبق. انتوا ما اكلتوش والله ما اكلوا حاجه. انا اللي كسبت. تعالوا تعالوا اعمل لكم عقاب بقى. اعمل لنا عقاب. هات لي عقاب. انا احسن من مرة. استنى استنى استنى. كل بس اللي ببقك. هتعمل لنا عقاب ايه؟ عايز عقاب؟ اجيب لي احنا في رمضان كل سنه وانت طيب. دلوقتي يلا. ايوه بس تجيب هنا اخوك بس خلاص.
يلا بس والله البنات زي ما هو اللي لا سيبيهم بقى انا عجبنا قوي الكفته اكلت البن وحش جميل البن بس الكفته رهيبه بابا بص عليكم بقى الف الف مبروك كمان مره لزيزو ومبروك لام محمد عبال البكاري يا رب بكاري عبال الناس كلها لك بقول لكم عليها جمل تحفه البانيه وحياه ربي خطير والكفته تحفه والصلصه بتاعت المكرونه تحفه لا بالشفا سبت الاكل كله ما جميله البانيه ما بقى لها طعم ايه يا شامين حتى طبق ما خلصتوش العيال دي فشله مش عارفه في رمضان ما بياكلوش ما عندهمش صايمين ولا سمير وياسين صايمين بصي لا انت مش صايم؟ اه كان النهارده ولا عصير ولا ميه؟ انت عصير وانت صايمه؟ اه مش صايمه دي عينهم ولا اكل ولا اي حاجه ميه بس سلمى صايمه بقى فطرنا لا ولا كان نفسي على بقى ميه ينزل الشارع بقى في عز الصيام والشمس الشمس بقى سمير بينزل يجيب لمامته اللي هو عاوزها من تحت بصراحه بيتعب معاه ربنا يكرمه والجو النهارده ويبعد عنهم العيد شمس والجو النهارده مش 42 ده احنا سلقنا تحت سلقت تحت هو انت طالع السلق ان شاء الله لو اقبل لما بعوز لحمه ولا بني ولا حتى اي حاجه بنزل جوه طق الميه حلام ده بيتفرج على افلام حتى ما خرج من عكرته كاس ده مخم يلا كل سنه وانتم طيبين انا عايز اكل بني كله جميل بس خلاص انا كده على وانا كمان شكرا ماشي يلا يلا حبايب قلبي يا رب الفيديو يكون عجبكم الفطار يكون عجبكم ما تنسوش تحطوا لنا لايك بقى يا جماعه شجعونا ودعمونا باللايكات يا جماعه وجربوا الفطار يا جماعه تعجبكم لا لا الفيديو على الاشتراك في المطبخ لا تبولو تاخد مالك يا سلام تبولو اكتب اكتب المجنون ده اكتب له اكتب له اكتب له اكتب له ماشي يلا مبروك كمان مره لزيزو ماشي يا زيزو خش بقى في الواتس على الرقم اللي انا قلت لكم 011-3-1-2-3-0-3-1-2-3-7-8-0-5-4 خش على الواتس واكتب لك ودخل لي الرقم بتاعك عشان ابعت لك عليه الفلوس كده فونت كاش اتصالات اي حاجه وان شاء الله باذن الله تكسبوا كلكم بقى باذن الله وحطوا اكتب لي كومنت عشان اثبته في اول تعليق مثبت ويلا كل سنه طيبين كل سنه وانتم طيبين يلا سلام عليكم الشير يا جماعه الشير لايك يلا سلام قولي سلام سلام